لا تهنت هنا في المدرسة، أنا رايح حمام. فين ستار؟ شت شت. أنا زبالة زبالة زبالة. قفشتك. بتعمل إيه يا مصري؟ إيه مفيش، أنا بس كنت بقول حاجة للسور. مش دي حركات زبالة؟ طب يلا يلا يلا، بس اوعى تدوس في المية. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسة مقفول وما لقيتش حمام في الشارع، اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهادة بتاعتي من حضرة العمدة، من حضرة الناظر؟ اه تمام، بكرة نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رأيك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت، يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها دي اسمها؟ بيئة. ميرفت بقت بيئة يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا يلا يلا. اتفضلي بيه. هنا على الكرسي؟ نعم. اوكي، ممكن لحظة؟ اه تيك يور تايم. اوكي. اوه ماي جاد. وات ذا هيل؟ يا حيوان. شيت. شيت. ها عملت ايه؟ ما رضيش يصورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. يا بحالكم وقفت حالنا، انا جبت لكم ورق منين وجبت منين؟ الله يلعنكم ويشغلكم يلا وشبكم. وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري. مش هنا قبول الطالبات؟ هاي ايه ده؟ فنجان المكتب اللي جوه. المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا رشا. بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني، شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي. انا اسف. انا عذرك يا ابني، بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها، وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. يعني هو كده بقى الكلام يحلو. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان وذ يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني؟ انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا 5 دقايق وجاي لك. ايه 5 دقايق تاني؟ 5 دقايق؟ باسبورك. يا باسبوري المصري. ابوس ايدك، اخيرا حزافر. ظفرني بقى. مصر كمان بتحبني. انا استحاله اتخلى عن مصر، انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش ازاي؟ بس مستحيل اتخلى عن مصر. مصر كمان لازم تحبني ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. الف شكر. يو ويلكم. انت مسافر برضو؟ يا انا كمان مسافر. ورايح فين في امريكا؟ رايح ولايه شيفاجو لاصحابي. شيفاجو؟ شيكاغو. شيفاجو. والنبي ما تلخبطش معلومات، انا مصدق. انما انت رايح ولاية ايه؟ انا رايح ولاية كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ اه 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 اه. دي في الشمال؟ جنب شيفاجو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه، انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام؟ وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر، وغلطت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. اوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي.
واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطي قوي هو برضو. وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا، في اهم سؤال، ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضو ليها ورقه؟ انت غلبان قوي، دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا، ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها عشوائيه كده، عامله روح كده. روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا، انا وضعي مختلف، انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What's this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I'm American. ها ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا انا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قولي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ Right. Okay. أنا ابني دايماً بقول الحمد لله، ولا أقولها لك بالأمريكاني يمكن تفهم. إحنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. أنا لو أبص للظروف زي ما أنت بتبص ممكن أشوف فيها حاجات سيئة كتير وممكن أكفر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبة اللي انت بتتكلم عليها ده، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوة كتير. بس المسألة دي بقى عايزة واحد بيشعر، بيحس بأم عظيمة زي أم سعيد، ست صبرة محتضنة ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف افندي، راجل الدنيا بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد ايمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في امريكا حاجات حلوه كتير، بس دي مغدور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الايام. انما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، والا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. You know, انا جيت مصر وكنت فاكر ان انا هشوف الصوره اللي انا سبتها. عشت في أمريكا 20 سنة
وانا حابس الصوره دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنه كنت بحلم باليوم اللي انا هاجي فيه هنا عشان اشوف الصوره دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. وانا وقتها ما كنتش هعرف بقى ايه الحلو اللي انا سبته والوحش اللي انا جيت هنا شفته وعشته. وانت جاي بعد 20 سنه تقول لي الظروف. كده يا موسى انت عندك ايميل اوكي مبسوطه؟ اكسكيوز مي، هو ايه المواسير اللي انت حطاها في راسك؟ دي بوكليت مصري. يا قلت لي لما فتحه العدسه تبقى 2-8 اعمل ايه؟ تدخل تنام. طب ما تيجي ندرحجها في الارض. لازم يعني تسلف الكذبه بتاعتك لعبد المنصف. الناس لبعضيها. محترف اوتوبيسات. ايه ده برضو انا اللي ايه ده؟ ايه يا اخي ده انت؟ كده حلو يا ماما؟ جميلة قوي. تسلم ايديك يا حبيبي. وراحت حماتي قايله لي مع السلامة يا حبيبتي، وراحت متكيالي على السين. ايه؟ اتكت على السين؟ تخيل، عارف يعني ايه؟ لا اقول لك، لما تتكيلي على السين معناها روحي في 60 داهية وغوري. رحت قلت ما بديهاش بقى ورحت سايبة لهم البيت. تسيبي البيت عشان حماتك استرست على السن؟ قولي لها يا ميرفت، قولي لها. يعني مش السن دي اللي هي لعبتها؟ لا 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 لا، مالكيش حق يا ابتسام. لا ما هو كيت على كيت من امه قلت مفرقعه بقى وطقيت. ولو اللي هي الست اللي تقعد تاخد بالها من الحاجات دي تبقى ست فاضيه كده يا مصري. انا بقول لك كده عشان بعزك، انما انت مالك، انت مين اتك على مين ولا مين عمل مين؟ ايه قصه الحروف دي؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ شوفي اي حرف تاني غير السي. خدي بالك من حياتك. شوفي جوزك، حطي اخضر حطي احمر حطي اسود. مش تقولي لي مين اتك على العين ولا مين مصمص في اللام الف سين. ايه دي؟ لا لا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت اتكيت له على السين. قومي يا مصري. نعم. هطبق العجوه من على البوفيه. اوكي حلوه دي؟ حلوه قوي. دور نفس الفراخ. بقول لك ايه يا مصر؟ يا كنت عايزه في كلمتين كده. ابسم عايزين عجوه. اه بس ده مش العجوه اساسا. والله كنت شاكك. يبقى اكيد هي دي العجوه. يا اقعد اقعد. مستعجل على ايه؟ والعيد هيخلص. بنعمل كحك كده وقريبه. ها مش هيخلص يعني. اوكي انا يعني اصل هو صعب عليا شويه الكلام.
كنت عايز يعني اقول لك ما تزعلش مني عشان انا كنت اجريسيف معاك قوي. يعني بكره العيد واحنا لازم نصفي اللي بيننا بس انت برضو غلطان. انا طبعا غلطان. ليه؟ يعني لما تقول لي مراتك وبتبص عليها وهي بتمسح يعني بتسم يعني كلام ما ينفعش. وبعدين الكلام ده كله اساسا مش صحيح. والله مش صحيح. لا صحيح. صحيح ازاي؟ انا شفتك اصلا دلوقتي وانت داخل كمان كنت بتبص عليها كده من كحك لكحك، عشان كده رحت متكلك على الزين. تصدق ان انا جزمه اساسا اني عبرتك؟ وات؟ قوم من هنا. قوم. ماشي 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 يا ابويا. يا رخم. ماشي يا ابويا. سعيد. ايوه ماما. ماما بتنده لي. اصلا بتعتمد عليك في كل حاجه. سعيد. بعد اذنك. ايه يا ماما عايزه ايه؟ شيل السجانه وديها الفرن قبل ما تزحي. هو انت غاويه تتعبي نفسك وتمرمطيني معاكي بالكحك ده؟ ما كل الناس بتجيب جاهز. انت كل سنه تعمل المناعه دي؟ يلا بلاش لك اعشلهم. يلا. حاضر. استنى يا سعيد. خد. لا معايا فلوس. لا دي العيديه. يبقى انت معايا هتاخد عيديتك مني. يلا. واو. خد يا مصري.